يواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عقد سلسلة من الحلقات الحوارية الخاصة بالمختبرات الابتكارية، وهذه المرة نظم الجلسة الثانية بعنوان التكنولوجيا البيئية. هدى سالم والتفاصيل. لمواكبة التنامي السريع في التحول الرقمي والتكنولوجيا في مجال الاستدامة البيئية النظيفة، جاءت جلسات المختبرات الابتكارية التي ينظمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة عدد من الخبراء في إعادة التدوير وكيفية توظيفها في خدمة البيئة. الشارقة قطعت شوط كبير بفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في مجال الاستدامة، فالشارقة من أفضل المدن على مستوى المنطقة في موضوع التنمية المستدامة، وبناء عليه نحن أطلقنا هذا المختبر اليوم بحيث أنه يعكس توجهات إمارة الشارقة في هذا المجال، وأيضا يروج للشركات الموجودة في إمارة الشارقة. نحن اليوم في الشارقة نحتضن أكبر الشركات البيئية على مستوى المنطقة وهي شركة بيئة. وضح كيف بيئة شاركت في تطوير إمارة الشارقة من ناحية تمكين التكنولوجيا في الإدارة البيئية، وكيف صارت بيئة من شركة بادية من 10 سنوات لو إحدى أقوى الشركات في المجال هذا، وكيف إحنا صرنا غيرنا إمارة الشارقة من إمارة كانت تنتج نفايات إلى إمارة إعادة تدوير النفايات هذه. خلال الجلسة استعرض المشاركون نموذجا من المشاريع التي تعمل على تكوين بيئة أكثر نظافة واقتصادا، بالإضافة إلى عرض أهم التقنيات الحديثة التي تجنب إهدار المصادر الحيوية وكيفية الاستفادة المثلى منها، بالإضافة لنقل المعارف والخبرات العلمية من التجارب السابقة ضمن إطار علمي وتكنولوجي. تحدث اليوم عن الركائز الثلاثة للاستدامة، وهي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وأنه المجتمعات يجب أن تكون مستدامة من يعني التكنولوجيا موجودة وتم تطبيقها في المدينة المستدامة. أهم الأهداف طبعا هو توفير الماء. احنا عندنا هدر مصادر المياه فوق 70% من استخدام المياه للزراعة، ولكن أراضي زراعية الأراضي اللي عندنا ملائمة للزراعة أقل من 1%. نحن نأمل من خلال عملنا كسب ونقد المقترحات للدخول في اتفاقيات العمل التي ننوي تخصيصها، والعمل على الاستمرار في التخلص من النفايات الصلبة. وفي نهاية الجلسة الحوارية تم جمع المقترحات والأفكار التي تساعد في الخروج بمفاهيم محورية ترسخ مفهوم البيئة الرقمية التي تسعى الشارقة للاستفادة القصوى منها عبر تبني أعلى المعايير الابتكارية فيها. في ثاني جلسات سلسلة المختبرات الابتكارية سلط الضوء على التكنولوجيا الحديثة في الخدمات البيئية والتي تشمل أعلى المواصفات العالمية. لأخبار الدار هدى سالم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.